سؤالي أستاذ أوريد بالنسبة لكيف كان انتقال الأستاذ حسن أوريد من دواليب صنع القرار إلى التفرغ للكتابة والتأليف، هل هذا الاختيار هل هذا كان اختيار أم أملته بعض الظروف التي كان خاصة بعض الأشخاص؟ سؤالي الثاني عن طبيعة علاقتك بالصحفي رشيد نيمي، أثير الكثير من عن علاقتك بالصحفي رشيد نيمي الذي ننتظر على خروجه من السجن قريبا، فهناك من تساءل واش سي حسن أوريد كان سبب في اعتقال ومحاكمة وأن لا يستفيد من العفو الملكي، هناك أسئلة تطرح خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار تصريح المعطيات التي كشف عنها وزير العدل والحرية مصطفى الرميل الذي قال في مكالمة هاتفية مع جلالة الملك أن نيمي لا يمكن أن يستفيد من العفو لأنه أساء لمؤسسات الدولة ورجال الدولة عن طريق أحد رجال هذه الدولة. دائما وفق تحملات الجواب على السؤال واحد، وسأختار الجواب يعني السؤال الأول طبعا. لا أدري هل سيبقى كل الحوار في هذه القاعة أم سيخرج، لنحسن نعرف واش نقولوا أنا نحسن نعرف ماشي راه ولا سبور مزيان ماشي فوالا حاول على كل حال. أنا وعدتكم بأن أكون صريحا وسوف أكون صريحا. ليس هناك يعني شيء بالنسبة لمن انغمر في السياسة بكيفية من الكيفيات أن لا يشتغل في الدولة وأن لا يخدم الصالح. وبتعبير آخر، هل كان لدي طموح سياسي؟ نعم كان لدي طموح سياسي، نعم كان لدي طموح سياسي، وكنت أعتبر أنه ما قمت به ربما مرحلة لمراحل أخرى، ولا أعتقد أن يكون عيبا أو من العيب أن يكون لمن هو في أن يكون هناك طموح سياسي، ولكن كفى هذا الطموح السياسي لفترة. اعتبرت بغض النظر عن الملابسات أنني قد أكون أفيد، ربما ليس من الضروري أن يكون دور كبير، لكن على الأقل شيء ولو صغر، ولكن لأنه في نهاية المطاف كل شيء نصف. وكان سبب هذه التجربة روحية، لا أريد دوما أن أتحدث عنها، ولكن هي التي جعلت حسن أوريد آخر. هناك شخص صوفي تركي بصم تركيا، هو الأب الروحي لكل ما تعرفه تركيا، كان منغمرا في هياكل الدولة العثمانية، انغمر في الحرب ضد روسيا أثناء الحرب العالمية تحت راية الدولة العثمانية، وبعد الاستقلال أو أثناء الاحتلال البريطاني اليوناني انغمر في حرب الاستقلال مع كمال مصطفى. هذا الشخص هو بديع الزمان نفسه، ولفترة تحول هذا الشخص شخصا آخر وقام بخيار آخر ورفض كل العروض التي تقدم بها مصطفى كمال. ينبغي ما نقرأ أن يكون مفيدا، حينما نقرأ الكتب ليس فقط للمتعة أو
نسجي الوقت أو لأننا نحن في القطار، ينبغي أن تكون مدعاة لكي نتصل. فهناك تجربة غيرت، قد يتاح وليس الموضوع هنا أن نتحدث عن هذه التجربة، وهي التي غيرت كثير من رؤاي وكثير من تعاطي مع أشياء كثيرة. فيما يخص موضوع ثاني، لا يمكن إلا أن أشعر بالمغامرة لأي شخص في السجن، وبالأخص حين يكون من حامل. هذا موقفي، علاقتي مع سيراشدني فيها جرح، وهذا الجرح لم يمسني أنا فقط، مس شخصي الضعيف وأسرتي، وكان لزاما علي أن أدافع على حرمة هؤلاء، زوجي وزوجتي، أصح باللغة العربية زوجي، مش ما نقولش بعد يوسف الحداثة ما نعرفو نتوسل. طبعا في إطار أعتقد لياقة، في ظروف معينة لم يكن ممكن أن أدافع عن نفسي، ولكن كنت أقول أعتبر بأنني أملك ثروة، تنازلت لهذه الثروة، ماذا يمكن أن يطلب مني؟ لأنني أملك كذا، أنا تنازلت عن قوسين، أمور أخذت من حق آخر، كنت ملاحظ. ولاحظ بأن موزع بين شعورين، كرامتي وكرامة أسرتي، وبين وضعية لا يمكن أن أقبلها أو لا يمكن أن أرضاها. يعني من خلال سؤالك تبدو إنسانا ذكيا وسليم الطوية، يعني هل تعتقد بأنني أنا في سبب في أي شيء من هذه الذي لم أطرحت؟ كنت أود كذلك على الأقل أن ينشر التكذيبات التي بعثت إلى الناس. أخلاقياً كان من المفترض أن تنجب، ولو نشرت هذه التكذيبات كان ربما يمكن أن يكون تعاطي. فهذا موقفي، وأعتقد في أنه مهما كان اختلاف الرأي ولكن احترام كلام الشخص، أعتقد بأنه لا يمكن أن نقبل، أو يعني ما نرفضه لأنفسنا ينبغي كذلك أن لا نقبله بالنسبة لنا، أن نمتهن كرامة الآخر. هذا يعني موقفي بصفة مبدئية، لكن يعني حقيقة كنت لازم كل واحد إما أدافع عن كرامة أبنائي وأسرتي من الوسيلة المتاحة لي، قلم، كتبت قلم، ما سبت، يعني أنا ماشي، يعني كي يقال باللغة العربية الخير بالخير،
والبادي أكرم، والشر بالشر والبادي أظلم. أنا حريص على القراءة، يعني أقرأ كل شيء، وأقرأ ما يكتب في المواقع، وأقرأ كذلك يعني تعليقات. أنا أشوف كده تقول لك الحفظ، ولكن هناك قارئ لا يخطئ ويكتب الحقيقة دائما، هو التاريخ. التاريخ دائما يكتب الحقيقة، الحقيقة تنجلي دوما. ولا في جميع الحالات لأنكم صحفيين مبتدئين الأمر في بداية مشواركم، لا يمكن أن أتصور هذه المهنة الشريفة بدون أخوة. أنا أتكلم بصفة عامة بدون الحديث عن أي شخص آخر. هل من الأخلاق أن يؤكل جسد الإنسان وتكرمه الأكاذيب؟ هل من الأخلاق يعني التحامل لأنه في نهاية المطاف؟ شو كان لقاء نظمة جريدة فكري بالأساس، بدأت واحد الحملة على كل هذه المصلحة، هذا هو بداية المنطلق دين هذه القضية. لكي يقول المتنبي إن السلاح جميع الناس تحمله، وليست كل ذوات المخلب السبر. الواحد راك يعرف يكتب، ولكن كتابة فيها وفيها. فأعتقد وأتمنى بالنسبة لمن اختاروا هذه المهنة وهذا المشوار أن يكون ضوابط الأخلاق هي المرجع في هذه المهنة الشريفة.